حديث عن مباراة الأرجنتين هولندا، تتأهل الأرجنتين لمقابلة كرواتيا. استمتعنا الحقيقة بمتابعة المباراة على الهواء مع أبو علي. هاردك حبيبنا. شوف كعاطفة يعني أنا أعتقد هولندا يعني مسوية يعني خلع مع كأس العالم، ما أدري يعني ما يبون يأخذون كأس العالم، ويمكن اللقب الوحيد في العالم اللي يقولون البطل غير المتوج. الظاهر هم حابين هذا اللقب وما بيحققونه بأرض الواقع. قلت لك الأرجنتين كعناصر لما ناخذ لاعب ولاعب يمكن الفردية أكثر بالنسبة للأرجنتين، ولكن كانضباط تكتيكي وكمجموعة وتطبيق أفكار المدرب هولندا يطبقونها أفضل من كأرجنتين. أعتقد الأرجنتين يمكن لاعب واحد إذا كان في يومه، أعتقد شكل الأرجنتين هجوميا أفضل، ولكن من ناحية الدفاعية في صور كثير يعني في النواحي الدفاعية أو حتى من ناحية الأظهرة. اليوم كانت فرصة كبيرة بالنسبة لمنتخب هولندا، أنه لما كان حتى يمكن حلقة سابقة تكلمتوا على مفاتيح اللعب والأهداف اللي سجلوها الأظهرة والقيام الواجب اللي يقومون فيه في الأدوار الهجومية. تخيل اليوم فانجال هو بالنسبة كان نجم منتخب هولندا، هو كان في التشكيلة اللي لعبها هذه العادة ولعب 3-4-2-1، ولكن ما شاهدنا لاعب اليوم كانوا أشباه لاعبين في المباريات السابقة. أسوأ مباراة قدمها اليوم المنتخب الهولندي اليوم فرصة واحدة تخيل في 83 ولا فرصة خطرة على منتخب الأرجنتين. اللي ميز منتخب الأرجنتين اليوم الروح والرغبة، كان في إصرار أن أنا أبي المباراة. مرات اللاعب يعوض مجهوده إذا ما كان في مستوى، هو الروح يعوض جميع المستويات اللي كانت معروفة على اللاعب. بالنهاية هو مجهود، بالنهاية اليوم هذا مو يومي، ولكن أعوضه بالروح والرغبه اللي عندي. اليوم كانت موجوده عند منتخب الارجنتين، واعتقد اليوم عكس منتخب هولندا افضل مباراه قدمها كرغبه واصرار وروح اليوم منتخب الارجنتيني. وميسي اليوم كان يبي المباراه، ما شاهدنا الاظهره جهه اليمين جهه اليسار، بلند كان مختفي تماما، كذلك حتى في الناحيه الهجوميه منفس ديباي. يمكن فان جال ليش اقول كان نجم منتخب هولندي حتى في تغييراته اللي نزلهم، اللي صار الهدف لاعب بديل واللي سجل هدفين لاعب بديل، واكبر دليل الهدف الثاني من ركله ثابته، هذا اكيد يعني متمرن عليه حتى في مباريات سابقه. قلت لك المنتخب الارجنتيني اعتقد افضل مباراه قدمها اليوم، والروح هذه موجوده تستمر دائما. المستوى يمكن ما يستمر على طول على حسب ظروف المباراه، حسب نفسيه اللاعب، ولكن الروح يعوض امور كثيره. شاهد اليوم المنتخب الارجنتيني هو اكثر رغبه، اكثر اصرار، اكثر روح، فيستحق انه يصل على الاقل قبل النهائي في مجموعه يمكن اكثر حتى المتفائلين بالنسبه حق منتخب الارجنتيني ما يصل حتى قبل النهائي. صح، ولكن اليوم اعتماد بشكل كبير على ميسي. هني لما تقول جوده اللاعب بين ميسي ونيمار، ميسي كفرديه ايجابي للفريق عكس نيمار اللي كان يعني يبي يستمتع لنفسه.